منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. أيها الإخوة، نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا وخاصة شبابهم، أن يؤلف بين قلوبهم على الحق، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، وأن يوفق الجميع لأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يجعلهم مدركين تمام الإدراك أن إمام هذه الأمة وقائدها هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إذا قال يجب أن يطاع، وإذا أمر يجب أن تنفذ أوامره عليه الصلاة والسلام، والذي إذا أخبر يجب أن يصدق. أرجو أن تتعمق هذه المعاني في نفوس هذه الأمة وخاصة الشباب الذي يعتز بالانتماء الإسلام. وبعد هذا فأقول إن الاتباع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسياسة وأمر محتم، ليس لنا فيه أي خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لنا أي خيار، إذا قضى الله أو رسوله أمرا، سواء ذلك الأمر يتعلق بعقيدة أو عبادة أو غيرهما مما أشرنا إليه سابقا، فإنه لا يسعنا إلا الامتثال بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الامتثال لما قضاه الله وقضاه رسوله. أرجو أن يتعمق هذا المعنى في نفوسنا، وأن لا يكون كلاما تلوكه الألسن ثم يتبخر أمام الأوامر والنواهي والأخبار التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. أما صحابة رسول الله، أما القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فما كان لهم قائد ولا إمام إلا هذا الرسول، وليس لهم كتاب إلا هذا الكتاب، وليس لهم سنة إلا سنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعض عليهم بالنواجذ. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.